مرحبا يا محمد على تشينزي النميريك. لان يمكن الموضوع اللي باش نرجع عليه هو اللي صار البارح في الجلسه العامه. اليوم تم ادراج نقطه لمساءله وزير الصحه، شفنا برشا تعطيل، شفنا لائحه لسحب ثقه من رئيس البرلمان من جديد على خلفيه ما اعتبرته 4 كتل عبث بجدول اعمال البرلمان وبتمرير قوانين اعتبروها خلصه بين الظفرين الى ما غير ذلك. شوف، هو اليوم مش عنا عبث حقيقي على المستوى السياسي. من المفروض اليوم نحكيه على عبث سياسي بصحة التوانسة. اليوم كل الدول من بداية شهر جانفي كانت تبحث عن التلقيح. احنا خذينا طريق اخر في منظومة ايفاكس، في كوفاكس، في نشوفه مع الدول الافريقية، في حين انه اسعار التلقيح كلها لن تتجاوز 300-400 مليار اللي هي قاعدين نخسروا فيها بشكل يومي في القطاع الصحي، نخسر في أرواح بشكل كبير، انهيار المنظومة الصحية بصفة كبيرة، ما نقولوش انهيار تام لكن هناك انهيار كبير نظرا لتعب الكوادر الصحية، البنية التحتية الصحية غير متوفرة بشكل كبير. وبالتالي أعتقد أنه كان من المفروض اليوم يتم مساءلة وزير الصحة أو الحكومة بصفة عامة أو محاسبتها علاش ما شريناش التلقيح، في حين أنه لن يكلف الكثير، في حين أنه هناك شركات وساطة قدمت عقود إلى الحكومة وقدمت عقود إلى وزارة الصحة لتوفير على الأقل 3 أو 4 مليون جرعة. اليوم كنا نكون في وضع أفضل بكثير من تو، ما كناش اليوم نمشي والحجر الصحي شامل، نشوفوا في العبيد كيفاش اليوم خارق الحجر الصحي لأنها مسألة معها مسألة اقتصادية اجتماعية، لأنه اليوم يقولوا كان ميت بالأحياء بالكورونا ولا غير كورونا، مش نموت بالجوع ولا مش نموت بالكورونا. للأسف هذا هو الواقع اللي نعيشه فيه. كان من المفروض أنه الاهتمام داخل البرلمان، داخل الأحزاب السياسية، الضغط على الحكومة، الضغط على رئاسة الجمهورية يصب في هذا الإطار. بقى نقولوا متأخر ولا مش متأخر، نشكر رئاسة الجمهورية أنها خلال 2 أو 3 أيام تقريبا قرابة 2 مليون جرعة اللي تم الحصول عليها من دول صديقة وشقيقة سواء كان عربية أو غيرها. وبالتالي أعتقد أنه اليوم الوضع أصبح صعب جدا، يجب توفير التلقيح في أسرع وقت ممكن على الأقل لإنقاذ أرواح التوانسة. أعتقد أنه هذه هي الأولوية المطلقة من المفروض الحديث فيها داخل البرلمان، الحديث فيها داخل المجالس السياسية، الحديث فيها داخل الحكومة، وأن الناس الكل تتوجه وتؤجل نوعا ما خلافاتها حتى اليوم ما نيش. اليوم إذا كان المواطنين يموتوا السياسيين فشكون مش يحكموا أرواحهم؟ اليوم تحس أن هناك كره شديد وغضب كبير على الطبقة السياسية بيمينها حقيقة باللي تحب أنت، فهمت؟ يلاحظوا ونفهموا شوية لو ممتعوا أنه في المحافل الانتخابية نشوفوا السياسيين في الشوارع في كل بلاصة، ولكن في الأزمة الصحية الحالية الحقيقة فما تقصير كبير من مختلف الأطراف. صحيح، فما تقصير كبير. هذاك علاش أنا قلت كان من المفروض أنه هذا اللي يتم النظر فيه على الأقل خلال 5 أو 6 أشهر إنقاذ أرواح التوانسة. وبالتالي اليوم شنو اللي صاير؟ اليوم نتمنى أنه الحكومة تسرع في التلقيح اللي أعلنت عليها قبل 10 أيام، 3.5 مليون جرعة من جانسون. واليوم فما التلقيح اللي بدأت مش تجي بدأت من اليوم ولا من البارح، من 12 جويلية بدأت تجي. إن شاء الله اليوم هذه تكون هناك هبة كما شفناها هبة المجتمع المدني وهبة شعبية اليوم لإنقاذ التوانسة، وجبان الأكسجين وجبان الكونسنتراتور وجبان الأجهزة الطبية. قاعدين نشوف في هبة كبيرة سواء كان المجتمع الداخلي سواء كان التوانسة الموجودين بالخارج، وكل واحد مروح يجيب معه يعني هالمدى التضامني هذا لفائدة الشعب التونسي. إن شاء الله نشوفوه داخل الحكومة وداخل البرلمان. اللي قاعدين نشوفه في أشياء أخرى لا علاقة لها بالتوانسة، وهذا هو ممكن يزيد يعكر ويعفن الأجواء السياسية. وبالتالي هي دعوة أنه اليوم أنا اقترحت بعض المقترحات للخروج من الأزمة السياسية. في الأخير بالكل إن شاء الله توانسة نخرجوا من الوضع اللي إحنا فيه تو، إن شاء الله بقدرة الله نخرجوا. إحنا اليوم نحبوا داخل البرلمان، أنا اقترحت أنه تكون هناك حكومة ب 15 حقيبة وزارية، أنه البرلمان الكتلة التي ترغب في دعم الحكومة السياسية تقترح اسمين ولا ثلاثة تعطيهم الرئيس الجمهورية يختار منهم اسم، لأنه غير المعقول اليوم رئيس الجمهورية يكون عنده دور ورئيس الحكومة عنده دور، وبالتالي من المفروض أنه لا يكون هناك انشقاق داخل السلطة التنفيذية. بشقائها يجب تكون السلطة التنفيذية متوارية ولا متماشية مع بعضها، اللي عنده دوره الخارجي يقوم به واللي عنده دوره الداخلي يقوم به، وبالتالي يكون هناك عمل متكامل من السلطة التنفيذية. لذلك أعتقد أنه اليوم من المفروض نخرج من المسألة هذه، تكون حكومة سياسية، تكون حكومة ب 15 نعطيه. احنا مش مشكلة تاخذ الحكومة إذا كان هي عندها اليوم
تنجم تغير هشام المشيشي وتقدم أسماء تقترحها على رئيس الجمهورية ونخرج من الأزمة اللي موجودة الحالية، احنا ما عندناش مانع. بالعكس يعني اليوم هناك في الاخر بكل يجب تكون هناك حزام لهذه الحكومة، ونجم يكون هناك معارضة بناء لهذه الحكومة، فقط نرغب أن الحكومة السياسية المش تكون يخلوا لها مجال لمدة سنتين أو ثلاثة، والحكومة هذه لا تترشح الانتخابات القادمة، ويعطيوها هامش من الحرية حتى لا يتم ابتزازها، سواء كان في التعيينات الولايات، تعيينات المعتمدين، تعيينات الوزراء، تعيين المديرين العامين. وبالتالي أعتقد أن هذا مهم برشا، وفي نفس الوقت البرلمان يعود إلى دوره الرقابي الحقيقي، والبرلمان اليوم من المفروض يقوم بتغيير المنظومة الانتخابية اللي شفناها، الناس الكل شفنا فيها برشا هنات، تغيير يعني تركيز المؤسسات الدستورية اللي شفنا أنها غيابها أثر نوعا ما داخل البرلمان وداخل حتى انشغال الرأي العام. اليوم الدستور أثبت بعض الهنات اللي فيه، وكان تعمل في 2014 على مقاس بعض الأطراف، اليوم النجم نعدلوا فيه ونغيروا فيه نحو الأفضل. هذه كلها احنا مازلنا في ديمقراطية ناشئة، والنجم مازلنا نتمرنوا على هذه الديمقراطية والنجم نغيروا، وبالتالي الاهتمام يكون صلب هذه المسائل حتى يتسنى تكوين خبراء وتكوين يعني لجان أخرى تفكير، سواء كان داخل الحكومة ومساند الحكومة ومع رئيس الجمهورية، ونحطوا رأي حتى من الأحزاب، نحطوا رأي لتونس. الناس كل مع بعضنا اليوم راهو الشباب فد من تونس، وكما تشوفوا فيها اليوم مش شباب، اليوم الناس كلها تخدم، فما وزراء اليوم وزراء خدموا قبل الموجودين تويك يحبوا يخرجوا لبرا. يعني اليوم وضع أصبح لا يطاق، اليوم لا في الاحترام الناس تحترم بعضها، لا انك اليوم تشوف فيها سرقه على طول خط. انا قلت قبل كان فما علي بابا و40 حرامي، اليوم في كل قريه وفي كل معتمديه فما علي بابا و40 حرام. يعني اليوم اصبح السرقات والفساد والتغطي بالقوانين والتغطي بالسياسيين اصبح لا يطاق، وبالتالي هذه الوضعيه يجب نخرجوا منها. لازم شويه تعقل وشويه برشا تنازلات من الاحزاب السياسيه، تنازلات لشكون؟ تنازلات الصرح الشعب التونسي، هو سيلعنه من التاريخ. اليوم إذا كان واصل على هكا وأن الدولة تفلس، اليوم شوفنا في تشعطات، كنت في البيموا يعني مازلت نقطة فقط تدخل للسي، تدخل للسي معناها أنت اليوم أنا حالي المخاطر، تدخل في السي مش تولي دولة مفلسة، مش تولي تبيع في المؤسسات بأرخص الأثمان، حتى حد ما عادش ينجم يسلفك، حتى حد ما يثق فيك، وبالتالي الوضعية هذه لازم نخرجوا منها. فهمت؟ هذه هي الوضعية الكارثية اللي نعيشوا فيها توا، نتحمل مسؤوليتها جميعا، معارضة وحكومة وحزاما سياسيا، وكل واحد بدرجات، لكن نتحمل مسؤوليتها جميعا. وبالتالي هي ندائي هو الناس كلها يلزمها تتعقل في المرحلة القادمة، وأنه يصير هناك تنازلات من الأحزاب ومن الناس الكل لمصلحة تونس والأجيال القادمة، على الأقل نحطوا الطريق ولا نحطوا خطة واضحة لبوصلة واضحة لتونس للأجيال القادمة. عايشك محمد، ميرسي.